ميلود هدفي أنا نقول لكم حاجة، أنا في القريب العاجل رايح ندير طلب ورايح ننسيستي باش نعطيه المولودية اللي تلعب المقابلات لتم. من غير المعقول أنك تبني أن كومبلكس توريستيك ب 400 مليون أورو وتخليه مغلق، خلي المولودية تلعب فيه. غدوة أنا نقول لكم حاجة، كاين بزاف ناس تقول له روح لزابانا ما يروحش، مع احتراماتنا هذا ملعب تاريخي، ملعب زابانا ملعب تاريخي والاسم اسم ثقيل جدا، ولكن نروح لتما يقول لك ما كانش لا تريبيون سي با كوفر سي با كذا، ما كانش لي مويا، ما كانش لا يا با داكتريفيت اني با اتراكتيف. يقول لك انا بصح غدوه كنت ديال الميلود هدفي روح، يروح الميلود هدفي باسكو سي ان ستاد مودرن، نديروا لهم دي بري ريزونابلي تو سا، اون بارتي تروح لو كومبلكس وين بارتي تروح للفريق، ولا تكلوا على ربي نخدموا، علاش حتى نخليوها مغلوقه؟